أعلنت وزارة التجارة والصناعة أنه يجرى حاليا إنهاء عمليات النقل والتركيب لعشرة مصانع في مدينة الجلود بالروبيكي التي ستشملها المرحلة الأولى لعملية النقل من منطقة مجرى العيون، لافتة إلى أن بعض المصانع أنهى أو أنهت تركيب براميل الدباغة والمعدات بالكامل، وسيبدأ تجارب التشغيل خلال الأيام القليلة المقبلة. أكد المهندس طارق قبيل وزير التجارة والصناعة حرص الوزارة على تقديم كل الدعم والمساندة لإتمام عملية نقل المدابغ من منطقة مجرى العيون إلى مدينة الجلود الجديدة بالروبيكي. يؤشر قبيل إلى أنه سيتم خلال المرحلة القريبة المقبلة بدء إجراءات نقل الدفعة الثانية من مدابغ مجرى العيون إلى المدينة الجديدة، حيث وجه الوزير بضرورة إنهاء كل الأمور المتعلقة بتجهيز القواعد الخرسانية تمهيدا لتركيب المعدات ليتسنى بدء الإنتاج الفعلي لهذه المدابغ قريبا. طيب، مرة أخرى مشاهدينا إلى سياق هذه النشرة، ومرة أخرى أيضا إلى الأستاذ محمد حربي بالصوت والصورة رئيس غرفة دباغة الجلود باتحاد الصناعات. أستاذ محمد، إن شاء الله تكون سمعني هذه المرة. أنا سامع حضرتك يا فندم، أهلا وسهلا بحضرتك. عظيم صوت، صوت وصورة. كل سنة وحضرتك عظيم وحضرتك تحت طيب. أمرك. تحت أمر حضرتك. بداية، هو إيه الوضع في مدينة الروبيكي الآن أستاذ محمد؟ هل هي جاهزة بالفعل؟ بالفعل أبلغ حضرتك وإخواتنا المشاهدين إن الصناع في الروبيكي بالفعل تم يعني نسبة كبيرة جدا. حضرتك عارفة إن عندنا رغبتين في التعويض المالي اللي هم حوالي 150 واحد اللي تموا بالفعل التعويض المالي، اللي مش هيروحوا الروبيكي، اللي قرروا ان هم يكتفوا بهذا وان هم ياخدوا التعويض المالي بتاعهم. اما بخصوص النقل من مجرى العيون الى الروبيكي، هم حوالي 171 منشأة دلوقتي حتى الان من الاجمالي اللي هي 403. صحيح، هم الإجمالي بتاع النقل من مجرى العيون إلى الروبيكي 403 اللي تم بالفعل والانتهاء من ملفاتهم تماما 171 واحد. نعم، هو أما التعويض المالي حضرتك الإجمالي. نعم، ناقشنا ربما هذه النقطة لأن أنا وقتي ضيق أستاذ محمد. أنا أريد أن أعرف الوضع هناك في مدينة الروبيكي بعد العمل جاري لنقل عشرة مصانع دباغة. ما هو الوضع هناك؟ هل الأمور على ما يرام؟ يعني الأمنية، النور، الكهرباء، الطرق؟ كل الامور ديت ماشيه على ما يرام، وده كان تعليمات وتوجيهات من الرئيس وخف الاعباء من اصحاب المصانع. فك ونقل وتركيب من مجرى العيون الى الروبيكي واسوة بالدفعه الاولى اللي هي اول 10 مصانع. وكان فخامه الرئيس قرر ان الدوله تقوم بالتكاليف كلها، هي تنقل كل الحاجه اللي في مجرى العيون اسوة بالدفعة الأولى اللي هي أول 10 مصانع. العمل أول 10 بدأ مصانع دول حضرتك الافتتاح في خلال هو الافتتاح في خلال أسبوعين شهر بالكتير. أول دفعة دولت هتكون اشتغلت، وبعد كده كل 15 يوم الدفعة اللي بعديها على طول. إنما أول 10 مصانع دول أقل من شهر هيكونوا اشتغلوا بالفعل. نعم، هل العشرة مصانع هذه يا أستاذ محمد سيكون يعني تشغيل تجريبي للدفعة الثانية التي ستأتي، أم أنه لا سيتم إدراج الدفعة الثانية أوتوماتيكيا؟ سريعا لو سمحت. لا اوتوماتيكيا خلاص حضرتك. هو كان الصعوبه في الشهور اللي فاتت، انما الموضوع خلص. مش عاوز اقول لحضرتك 90% من المصانع والمنشات والتشغيل في خلال اسابيع على الاكثر. اول 6 مصانع هيشتغلوا في خلال اسبوعين 3 على الاكثر، بعديها الاربعه اللي هم الدفعه الاولى، وبعدها اوتوماتيك الدفعات اللي وراها تشتغل كلها. نعم، حضرتك مفيش اي مشكله. كانت المشكله في الحقوق والنقل والمصانع وكل الكلام ده، وكل الكلام ده بالفعل هيبتدي في النقل في خلال الاسابيع القادمه ان شاء الله. اما العشره الاولى اتنقلوا بالفعل وعلى وشك ان هم يشتغلوا. نعم، زي ما قلت لحضرتك. هذه النقطه رئيس غرفه دباغه الجلود باتحاد الصناعات، شكرا ليك استاذ محمد حربي.